الفتحة وأبحرنا معه. أتذكر في الوقت الجاهلي كان فيه رجل يقولون آبل من مالك، آبل يعني صيغة مبالغة، العادة يقولون أسرع من الشنفرة لأن الشنفرة كان عداء وسريع، أكرم من حاتم لأن حاتم كان كريم، أحلم من أحنف لأن أحنف وقس عليها، وذا يقولون آبل من مالك. مالك بن زيد من قبيلة تميم كان راعي إبل من الدرجة الأولى، يعرف الناقة وش يعني وش تريد، وكان موقت لها وكان يعني منتظم معها بانتظام شديد في رعايته في الإبل. فمالك جيزه جيز باقي الشباب، كبر ووصل لسن الزواج فيبي يتزوج، وصاله واحدة من إخوانه يقال له سعد، وسعد راعي ناقة ولكن ما عندها الحرفية اللي عند أخوه مالك، راعي قصيد وراعي نومة الضحى وراعي يبطل رجاله ووقت البرد يتغطى. المهم يا طوال الأعمار تزوج مالك، وصى أخوه سعد عليها، قام مالك ودخل على هالبيت وقعد له يوم أو يومين وثلاثة أيام، عقب خمسة أيام أربعة أيام رجع لأخوه سعد. في يوم وجد سعد أنه يسحب الرشا من البير للبل ولا يرفع الملهى زين ولا يشمر عن ساعديه ولا يربط عن ثوبه، ولامه أخوه يقول ترى البل تعرف إذا شافتك مشمر عن ساعديك وأنك تربط ثوبك أو تحزم ثوبك تدري سبحان الله أنك أنت مهتم لها، فما تفرق البل، تجي عندك وتدري أنك مثل ما تقول حي. ومثل يقوله مالك الأخوه سعد، فيوم أنه جاء ذاك اليوم ورقى أخوه متشمل مرخين سداله ونايم تحت شجرة والبل متفرقة واللي طالت الماء واللي ما طالت الماء، فقال له بيت من الشعر موجود إلى الآن مضرب مثل، مضرب مثل في اللي ما يضرب ما يضبط الشغلة. فيقال السعد أو فقال مالك أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هي بكذا يا سعد ما يقولون ما هكذا توكل الكتف، أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فأصبح هذا مثل. وكذلك إن الناقة طولنا تكلمنا فيها بطول جدا، يقولون هي من أنفس أموال العرب، ويقول أحدهم ربما يكون بالغ وربما يكون كلامه عن العقل، يقول إن من أجل نعم الله في المخلوقات أن خلق للإنسان هذه الناقة، لأن مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة رداءهم بيوت شعرهم طعامهم آنية بعض الأواني اللي يستخدمونها اللي يستفيدون من جلدها، حتى في الدلائل حتى في إحياء الطرق حتى يعني لها فوائد، وحتى إن كان قريبا يستفيدون منها الناس في المتاجرة. كم رجال نعرفه عنده هناك توسط وراح الرجال مسبلا عنده بعير واضرب عنده وجاه بعير طيب وباعه على 50 وعلى 60 وعلى 70، هذا مو برزق، هذا رزق. حتى كذلك من حتى الدية قاسوها دية البزر. فعلا فعلا 100 ناقة قاسوها الله أكبر. وفعلا كذلك وفيه إشادة، أنا ترى كنت في مهرجان الملك عبد العزيز العام والسنة هذه شدني كذلك شيء ولا بد أن نذكره، ذكرنا تنظيم المسؤولين وعلى رأسهم فهد الشيخ فهد بن حثلين الله يبيض وجهه، وكذلك أهل البل وأهل المخيمات، والله انك تواجه الرجال وانه يعزم عليه انه يعزمك ويلزم عليك وانه يقلطك في محله ويلزمني، ولا منك جيت معترض قال لا واجبك لازم يقوم واجبكم خصوص، فالله يبيض وجيههم. وهذه ترى يجونا ناس من خارج البيئه اللي انتم فيها واللي انا فيها، يجون ناس من دول الخليج، يجون ناس من العرب، حتى ان المهرجان هذا اصبح اشمل من ذلك، اصبح عالمي. ف جيد ان نتمسك مثل هذه القيم، الكرم، الحث على الكرم، الإلحاح في الكرم، الضيفة، التقديم، الدلة كيف تصب، ومثلها من هالأمور. إن العام يعني قلطنا على، وهذا اللي شدني نواف 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 بن جخدب، نواف بن جخدب نواف بن بهات أخ الله الله إيه أخوه أخوهم أخو محمد. المهم يا طوال الأعمار، وكان فيه مجلس مثل هالمجالس، وكان فيه من الحوات الغانمة، وعينا التراحيب وعينا الحفاوة، مع أني أول مرة ألتقي في ذلك الرجل، وقال والله تقوم كرامتك ولك كرامته مخصوصة القريني، مع أني ما أعرفه بسلامته ولا يعرفني، فمثل هذا ومن طيبه عز الله، ومثل غيره من الناس لو وجدناها في بقالة ولو وجدناها في محل في ذاك، هذه الصفات الحميدة، هذه اللي يجب علينا واللي وجدناها، إنما نقول افعلوها أنتم فعلتوها بيض الله وجيكم، إن الآن نشكركم وهذا واجب، والله يجزاكم خير. لا واغلب الملاك